مجال مفاجآت صيف دبي، دبي سامر سيربرايزز بدأ دورته العشرين وهيستمر من 2 يوليو لحد 12 أغسطس 2017. المهرجان بيقدم 6 أسابيع من التخفيضات والعروض والفعاليات. بوكس بارك هتلاقوا عالم ليجو والعروض الحية في مول الإمارات وابن بطوطة مول اللي بيقدم عروض مختلفة زي المتحولون، لوني تونز وقرصنة الخليج وعرض النظام الشمسي لديسكفري تشانل. استمتعوا بالسيرك في ميركاتو مول وما تفوتوش عالم مدهش ودي اكس بي فود تراكس والسمر بازار في مركز دبي العالمي للتجارة. أكتر من 6 سحوبات على جوائز مميزة بيقدمها المهرجان في معظم مولات دبي، ده غير مجموعة من المفاجآت والفعاليات اللي هيتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان. كل المحلات بتقدم تخفيضات وعروض بتتراوح من 30% ل 75% في كل مكان في دبي، ده بالإضافة ل 72 ساعة من التخفيضات الإضافية من الاثنين للأربعة من كل أسبوع، وده معناه تخفيضات أكتر على الأسعار المخفضة أصلاً في الثلاث أيام دول. المهرجان كمان بيقدم بطاقة مفاجآت صيف دبي DSS Pass اللي بتتيح لمستخدميها خصومات كبيرة على تذاكر كل أماكن الجذب المميزة في دبي خلال فترة المهرجان. عشان تعرفوا كل حاجة بتحصل في دبي اتفرجوا على عيش دبي على دبيات.tv وتابعوا باقي برامجنا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.